وسيرك وسارد أريمه الجذه الصومالي لأن محمد كاهن أحمد وحو شعيعي حلق الله دارين دورة حبناها قلها ديجان كا قصو بحي دقم الدور شوين كضلقة وحنا ودول استجاي جذهان سداي وقكله الريان يمالمها الله دارين دورة مدنياشة قصو بحي دقم الدور شوين كضلقة لما انتود محمد كاهن أحمد أو قضب هذا سي سداي وقكله الريان دقمين كشاعين يا هذا الذي سي وحكم ذها قلياش دقمين كو حلق أي فريسان يانين أيهين كو دقمدة بقب دقمدة بربراء وأفر يتوبك بشم أنسحنتم حبناها قولها الدقان كيالا الدورتين محكمة قبلكو أي كسا ما ينسو وحي فريسان كران كالفرق كوباد يالو قدورانا يقدوميها الدقان كدوقة مقالة بربراء شان يو طبان كبشة اللي حاد لابا دا كون يا لابا كوب يا لابا تنق لابا دقمة دا الشيخ او انسحين تيدا لا انسحين اي اللي حيو طبان كبشة اللي حاد لابا دا كون يا لابا تنق انسحين تا واحا سو سارا يدا من قدوميها محكمة دا سارا وحنا انسحين اي قدوميها محكمة دا اي قبالله دا waxa ay kal fadhigooda fadhiisanayaan isla 16 bisha lixaad 2020 koobiy laatan ka degmada gabiile oo la ansixinayo 15 bisha lixaad 2020 waxa kal fadhigeeda ugu horeeya la qabanaya 17 bisha lixaad 2020 دقمد عينبا أولا أنسحينا يوشان يتبانك بيش اللي حاد لابدا كون يكوبي اللي باتنك وحا كالفرد قيدة وقوه ريال لقبان إيا ليح يتبانك بيش اللي حاد لابدا كون يكوبي اللي باتنك دقمد برعو أولا أنسحينا يوشان يتبانك بيش اللي حاد لابدا كون يكوبي اللي باتنك وحا كالفرد قيدة وقوه ريال لقبان إيا سقال يتبانك بيش اللي حاد لابد أكون يا كابي الله بعتنك. دك ماذا بو هاله؟ والله أنصحين أيه تدبير تبانك. بيش اللي حاد لابد أكون يا كابي الله بعتنك. وحفر لي جدو جوه ريال لقبنا يا. إسلام تدبير تبانك بيش اللي حاد لابد أكون يا كابي الله بعتنك. دك ماذا تلاح؟ والله قبنا يا كالفر لي جدا. شان يا تبانك بيش شنا بيش اللي حاد لابد أكون يا لبعتنك كالفرد جيد وح الله قبنا يا لحية تبانك بيش لحد لابد أكون يا لبعتنك دقمة الله سعاند وح الله قبنا يا أنسحين تيدا تضبية تبانك بيش لحد لابد أكون قابي يا لبعتنك وحنا القبنا يا كالفرد جيد كوباد سقالي تبانك بيش لحد لابد أكون يا لبعتنك قابي يا لبعتنك دقمة حدم waxaa la qabanayaa ansixinta golaheeda 17 bisha lixaad 2020 ka waxaana ansixintooda fadhigooda ugu horeeya ay fadhiisanayaan 17 bisha lixaad 2020 ka degmada Beligubadle waxaa ansixinteeda la sameynayaa 17 bisha lixaad لابد أكون يقابي الله بعتنك إسلام الطبيعي تمنك أي الله قبنا يا بحنك ولا هذا أي أنسحين تيدا دق ماذا قرارك أنسحين تيدا إسلام ما أنت على وضع صدق دين عقل وسير كرمه جده سمر الآن وحى وشجعي فدي يضع وجهه الرئيس الجد دوران يوم ما يرد مجاله إنك يدق ما إنك كلا دوان الطلقة يصدق كلا حلي يضع يحق كل يهين وحنا وشجعي مدول با مالن تاي فريسان دوران يحل جكوه بون إسلام مركان أيق بنا يسوع وسارد دارمه جده سمر الآن محمد كاهن أحمد أي مركلة وحى ويري معلمها كلا دوان degmo walba la dhaarinayo golaheeda deegaanka waxa ka bilaabaysa 14 bisha oo hala dhaarinaya degmada Berbera 15 hala dhaarinaya degmada Sheikh 16 waxa la dhaarinaya Gabili 16 bisha waxa la dhaarinaya Caynaba
إسلاشان يتبنك بيشان وحالا دارينا يا برعون إستدبية تبنك بيشا وحالا دارينا يا دقمة بو خودة شان يتبنك وحالا دارينا يا دقمة تلاح تدبية تبنك بيشا وحالا دارينا يا دقمة لاسعانود سلا تدبية تبنك وحالا دارينا يا دقمة حدوم شان يتبنك بيشا وحالا دارينا يا دقمة بلي قبدلي قرادك صدح يتبنك بيشا وحالا دارينا يا أفر يتبنك وحالا دارينا يا عيلة فوين بكي وحالا دارينا يا لح يتبنك بيشا لوكايا وحالا دارينا يا لاتنك بيشا سيرع وحالا دارينا يا لبيا لاتنك بيشا هرقيسي وحالا دارينا يا شان يتبنك بيشا سلحلي وحالا دارينا يا تدبي يتبنك بيشا أودوين وحالا دارينا يا تدبي يتبنك بيشا لح يتبنك وحالا دارينا يا عاري قابو labada kun iyo koob iyo labaatan sida xeerku uu qorayo para saabada gobolada ayaa fadhiisinaya ka fadhiga ugu horeeya markaas ay halkaas lagu dooranaya duqa ama mayorkan ama gudoomiyaha golaha deegaanka iyo ku xigeenadooda ayaa lagu dooranaya waxaan u rajaynayaa gudoomiyaasha gobolladana inay ilaahay hawshooda u sahlo golayaasha deegaankuna iyagoo ixtiraamaya sharciyadda ay ku noqonayaan gole deegaan maalinta qolo walba aan yeediyey ee la dhaariyo ayay yihiin xildhibaano maxamed cali xaashi telefishinka badda cas magaalada hargeysa.